اهلا وسهلا. مساء الخير مساء الخير مساء الخير مشاهدي قناة التاسعة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج وحش الشاشة. هذا البرنامج اللي يأتيكم في سهرية كل أحد ويستضيف كالعادة الشخصيات السياسية التي نختارها حسب الأحداث وحسب الأخبار، أخبار طيلة الأسبوع. إذن من بين الأحداث اللي هزت الرأي العام الأسبوع هذايا، من بين الأحداث اللي عملت بوز وتناقلوها برشة توانسة وتداولوها برشة توانسة، رسالة مؤثرة جدا هزت الرأي العام التونسي، كتبها الأستاذ صافي سعيد في أول يوم له كنائب في مجلس النواب. الرسالة تقريبا وصلت لأكثر من 6000 بارتاج في الفيسبوك أبار الانستغرام، ومئات ألاف الجامات توانسة تفاعلوا مع الرسالة هذه. يمكن عبرت على وجع كل تونسي لأول مرة كنائب، ولأول مرة بعد أداء القسم، ولأول مرة وهو يتقلد منصب سياسي في حياته. نستقبل معا في هذه الحلقة الأستاذ الصافي سعيد، أهلا وسهلا. أستاذ صافي سعيد سيد النائب في مجلس النواب، أهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا في وحش الشاشة من جديد. بكل صراحة باش نبدأ بحاجة مهمة ياسر أستاذ صافي سعيد. نعم. أبار الرسالة المعبرة جدا واللي شخصيا تفاعلت معها، كما توانسة الكل تبادلوها، ويمكن كتبتها بصدق كبير وكتبتها من قلبك. أنا نحب نقول لك على حاجة مهمة ياسر، يمكن شفتها. احنا حطينا في الفيسبوك أنا حطيت ستاتيو، قلت شنو رأيكم في استضافة صافي سعيد من جديد. كان فما استفتاء صغير في الفيسبوك، وقلت لهم عبروا على اقتراحكم للصافي سعيد بالجامات. وكان في الفيسبوك وصلنا تقريبا إلى حد الآن 10,000 جام، وفي الانستغرام وصلنا تقريبا 15,000 جام، وهو رقم قياسي. مش تعرف الناس قديش يحبوك تجي للبرنامج هذا. احنا ما نستضيفكش كضيف عادي، انت اكثر من ضيف عادي، انت كاتب. شكرا. انت تظل روائي، انت تظل محلل، الناس تستنى فيك وتحب تسمعك، وماذا بها في كل حلقه تشوفك. دونك انت ضيف غير كلاسيكي، ولو انك وليت من كلاسيكيات وحش الشاشه او من كلاسيكيات سمير الوافي، وسأصبح من كلاسيكيات الدولة التونسية. أهلا وسهلا. ما نعرفش للأسف ولا من حسن حظك، هذا اللي باش نحكيو فيه. صافي سعيد، أنا باش نبدأ بقراءة الرسالة نتاعك المؤثرة جدا، باش نذكر بها التوانسة. كتبت رسالة بعد أول يوم ليك في مجلس النواب، وبعد اكتشافك لهذا العالم الجديد في حياتك. لم أشعر بالغربة مثل ما شعرت بها اليوم في مجلس نواب الشعب التونسي. ذهبت للافتتاح ممتلئا بالأمل، ثم غادرت ممتلئا بالإحباط والألم. حضرت الفصل الأول من المسرحية، ثم غادرت متثاقلا ومثقلا بالخيبة. عرفت نهاية المهزلة قبل عرض كل فصولها التي ستمتد إلى زمن طويل. فكرت وأنا عائد، ما إذا كنت قادرا على التآلف مع النفاق والفرح المبتذل، أو علي أن أنسحب كي أصنع معنى لحياتي خارج هذا المربع المليء بالرياء والتملق والنكران. تفحصت أركان المبنى فوجدته خاليا من قيمة الحياة، خاليا حتى من أقل ضرورات النظافة والحياة. كل شيء قديم وآيل للسقوط، من الكراسي إلى أبواب بيوت الراحة إلى الجمهورية. أنا الصافي سعيد قد أكون أخطأت الطريق حينما فكرت في البرلمان والدولة. وجدت كل شيء في البرلمان إلا الوطن ونفسي. أحمد الصافي سعيد. رسالة متشائمة، مليانة بالمرارة، مليانة ببعض الندم. لا، شوف، أبار التصاور اللي شفناهم في المجلس. سيد سمير، أنا أخذت مكان قصي. تو نحكيو عليه وحده. لحظة. أخذت مكان قصي. أي. لكي أعمل تتاح لي رؤية بانورامية. رؤية شاملة. ووجدت فعلاً أن الرومان والإغريق عندما فكروا في المسرح بعد حين فكروا في الديمقراطية. ورأيت أنه مكان المسرح، مسارح الإغريقية والرومانية القديمة، هي تشبه كثير مجالس البرلمانات التي كانت في أثينا وحتى في روما الجمهورية. وأعتقد أن المسرح من الفنون القديمة
الديمقراطية أيضا هي فكرة قديمة، لكن واحدة تمثل الواقع وواحدة تمثل الخيال. يعني المسرح هو الواقع المتخيل، والبرلمان هو كما تقول أنت تلفزيون الواقع، هو واقع هذه الحياة، لكن كله تمثيل. ما هو يعني أنت، ما هم النواب؟ النواب هم ممثلو الشعب، ليس هم الشعب، هم ممثلو الشعب. والشعب يبقى وراء الأبواب، ينسى. عندما نناقش أي مسألة، عندما ندخل في التلاحمات والتحالفات والصفقات، الناس كل ينسوا الشعب. وأعتقد البرلمانات كلها، ليس البرلمان التونسي فقط، أعتقد هذه النخب اللي هي ممثلة لهذا الشعب طبعا اختارها الشعب. الشعب مش دايما مصيب في اختياراته. وأنا أعتقد أنه يمكن فيه 70% من البعد عن الصواب. حتى فهمت في 30% فعلا جايين متحمسين ويبحثون حتى هم عن مخارج لمشاكل هذا الشعب. 30% 70% نواب، 70% لا هم لهم. قال جياب مرة: وما همي من هؤلاء، وما همنا من هؤلاء. 70% رقم كبير في كل برلمانات. يعطيني خصائص خصوصية البرلمان التونسي، عنده خصوصية البرلمان التونسي مبنى قديم وعلينا نعتز به. وفي أرشيتكتور ممتازة نتاع القرن 19، وهذاك بني في الدولة التونسية الأولى، دولة اللي يسموها الدولة الحسينية. لأن ولادة الدولة التونسية الحديثة بدأت مع الحسينيين، وين كان جاء الاستعمار بعدين طمسها ورفسها وبعدين سلمها مشوهة. لكن هذا البرلمان هذا أنا أعتقد أنه نقصي أنا ونقص اعتناء، وكل مظاهره توحي حتى هو بالمجد السليب. وأعتقد أنه يكون أفضل، والبرلمانيين يكونوا أفضل لكي يشتغلوا أكثر. شنو لقيت في البرلمان؟ كيفاش لقيتوا البرلمان؟ لقيت كثير برشا حاجات ما نحبش نقولها. قلتها في الرسالة. أنا ذهبت أبحث عن حمام، لم أجد حمام. وجدت حمامات كثيرة، الحمامات لكن تشبه حمامات المقاهي الشعبية. تواليت يعني. أنا قلت في نفسي إذا نواب 10 سنوات لا يصلحون من أمر البرلمان، فكيف سيصلحون من أمر هذا الشعب؟ ما صلحوش تواليتات، معناها باش يصلحوا. شوف من غير من ندخلوا في الموضوع. تما وانت كتبت هذا. لانه لا فيه لا مطعم ولا كافيتيريا ممتازه ولا مكاتب يقعدوا فيها النواب يبحثوا ويكتبوا يتناقشوا كذا، ما في اي شيء. برلمانات الاخرى راهو شيء اخر، وعلينا ان نقول هذا للشعب. وبدون شعبويه راهي البرلمانات الاخرى راهي شكل ثاني. راهو النايب لا يليق بالنائب يعني. شوف انا حكى لي اخونا وصديقي مور، عبد الفتاح مور، الشيخ عبد الفتاح مور، قال لي ذهب الى الكويت. معليش نستسمح ونقولها لانه حكاها. قال لي ذهب الى الكويت وطلب او عرض عليه لا اعرف بالضبط، اعطوه مبلغ مشان يبنوا به مكاتب واستراحات للنواب. والمساحه كبيره داخل البرد. لكن المبلغ استحوذت عليه الحكومه، استعملته في حاجة أخرى. نعم، وقالوا لهم سلفة. شوف راه تحب تعمل ديمقراطية لازم تصرف عليها. ومش دائما تصرف مرة واحدة. أنت تعمل ديمقراطية، أنت الديمقراطية عندما تصرف عليها هي باش تربحك في الفساد. هي كل الأموال اللي متسربة عبر الفساد باش تسكر عليها، تسكر عليها بديمقراطية قوية ومحصنة. إذا نايم تنزو عليه الحصان كما تطالب بعض المواقع، راهو يصير لا قيمة له. يمكن يقعد لأنه يتكلم كلمة في البرلمان يقعد في قهوة يجي واحد يضربه بكف.
لازم يكون نائب محصن دفاعا عن الشعب، دفاعا عن المبادئ، دفاعا عن الديمقراطيه. لازم يكون محصن، مش محصن يعني بمعنى انه اذا سرق ولا فسد ولا اغتصب ولا غلط ولا كذا ولا باع البلاد يعني نسامحوه، لا، عندما يطلبه القضاء لتحقيق ترفع عليه الحصانه مؤقتا ثم يعود محصن. راهو محصن حتى هو ممكن يعتدوا عليه كثير، لان في البرلمان تحسم كثير من المشاكل واللوبيات تشتغل برا. اذا برلمان اذا نائب غير محصن راهو يبيعها بسهوله. واضح. ولكن سي صافي، كميه التشاؤم الموجوده في الرساله نتاعك كبيره برشا، كميه الالم والمراره كبيره برشا، ما عبرتش عليها. انا اخذت مسافه، اخذت مسافه ايضا للتامل. يعني قلت الكراسي ايلا للسقوط والابواب بيوت الراحه. انا ماني جاي نحكي على البرلمان ولا على حالته، هذه رساله فعل مع توانسه. رئيس البرلمان الجديد يمكن يشوفها، يمكن تقدم له رسائل، ممكن يجيبوا لجنه نتاع صيانه نتاع بحث. لابد من هذا، لابد من هذا. قال لي ابدا من اللي عنده، ابدا من بيتك، اذا تحب تنظف ابدا من بيتك. انا هذا نقوله، يمكن الام عليه، ممكن يفهموا الناس في غير مكانه، يمكن غدوا النواب ينظروا لي بعيون اخرى، يمكن يمكن يمكن. بس لكن اقوله، لانه اقوله للتاريخ، لانه انا بعد ذلك ساكتب كتاب عن تجربتي في البرلمان، وساقول للشعب التونسي وللاجيال ما هو برلمانكم في هذه الفتره. انا ساكت. الوضع مش دائما راهو النجم نغيره من عده طرق. تو فما ناس تو يقولوا صافي سعيد يحب على الفخامه ويحب على البذخ في مجلس النواب وجاي باش يحب مكاتب فاخره. يا عزيزي انا ما عنديش 25 عام، انا عندي 65 عام، انا في مرحله وماشي، انا نحكي على اجيال وعلى ديمقراطيه. ما دخلني انا باش نقول، انا اعبر عما يخالجني، عما افكر فيه. عملوا عملوا ما عملوش ما عملوش، انا اعتقد هذا مدخل من مداخل التغيير. التغيير راهو عنده اساليب كثيره ومناهج كثيره وطرق كثيره. يعني انت كيف يا حبيبي؟ لا استطيع ان اقبل مثل هذه الاشياء واقول انا ماشي باش نغير تونس. انت ما تعملش برلمان جيد، ما تجيش تعمل مطار وما تجيش تعمل طريق وتمر على الزباله حشاك وما تفقش به وتشوفها منظر عادي. ولذلك يا اخي خلينا هذول النواب غير لائق بكرامه النائب، راهم مراقبي كل شيء. غير لائق بكرامه النائب البرلمان التونسي اليوم. انا شوف، هو كل نائب يحمل كرامته بين جنباته وفي عيونه وفي افكاره وفي لغته، كل نائب. انا كرامتي قاتلي قول هذا الكلام، نسيتو ما يهمنيش في الاخرين. ما تحبش تفسر الرساله نتاعك؟ هكا هو فسرت هي يا ولدي. الناس قالوا صافي سعيد من اول نهار خرج بخيبه امل، خرج مصدوم يا سيدي، خرج موجوع. اعدكم واعد اصدقائي في كل اسبوع ساكت التقرير. اعطاوكم دي تابلات كادو، صحيح اعطاوكم حكايه لي تابلات هذوما كادوات لكل نائب. تحب نعطيهولك يجيبوا لك تاع 200 دينار ما يصلح لاي شيء. 200 دينار؟ اي ولكن هذا ثم شكون قال انه هديه من جهه اجنبيه؟ وينجم يكون ملغم، وينجم يكون، وينجم يكون طريقه نتاع جوسه، وينجم يكون افهم انت كما تحب. انا هاك هذا يا مهندس ياسين العياري زميلك النائب قال انه 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 يا حبيبي انه يلزم فحص فحص لي تابليت هذوما لانهم ينجموا يكونوا اداه جوسه على النواب. انت اليوم جيت وجدتني باش نشتري حقيبه، قلت لي باش نهدي لك حقيبه. اليوم انا غدو باش نهدي لك طابليت كان تحب. لا 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 يا خلص، معناها تجسوا علي انا مش عليك انت. لا لا به ولا الشهري. هذا كلامك انت. انا ما انا لا كلام مهندس، كلام مهندس مختص في الانفورماتيك. انا ما نعرفش. انا مره واحد في البرمجيات وفي الواحد مره واحد اهدى لي تليفون قلت له نشتريه بنفسي كان تحب تهدي لي. يعني نعرف الفكره دي، نعرفها منذ 4 سنوات بالضبط. يعملوك فيها بلوس، يعملوك فيها وتصير انت تتكلم كانه عنده هو. تنصت وكل شيء وتبدا ملفاتك عندهم. هكا الاجره نتاع النائب بكل صراحه سيد صافي سعيد نحكيو على كل شيء. الاجره نتاع النائب هل تليق بكرامته؟ هل تحفظ له كرامته؟ هل تحميه من الفساد؟ يا ودي سامحني، هل تحميه من الفساد؟ هل تحسنه من الاغراءات والمغريات؟ الاجره نتاع النائب التونسي اليوم نقولها بدون خجل مقارنه بالبرلمانات الاخرى. قول هي 3 ملايين و200. تقول لي مقارنه بال ما باش نسهل لك الجواب خاطرك محرج. انا جلست مع وزير خارجيه تونس السابق،
حكى لي عن المرتبات ومرتبات سفراء ومرتبات وكذا، وجدت أنه ما عندناش خارجية، أشياء فتات. سفير في أفريقيا يأخذ 1500 دولار، 2000 دولار. تونسي، سفير تونسي. سفير تونسي. فمقارنة مع زميله يأخذ في 9000 وفي 10000 دولار. هذا السفير التونسي اللي يعيش في أمريكا ويعيش في ألمانيا أو في سويسرا، كتحبل مرته تيجي تولد في تونس، تونس ما تخلصش عليه حتى ولادة مرته. تصور أنت واحد بيجي ولد في سويسرا يرجع يولد في الرابطة. أنا نقول لك هذه هي الدولة التونسية، لا تنتظر منها شيء، لأنه لا نقول لك لا تزيدهم، تكفي ما تكفيش، تحصن ما تحصنش، ما تحصن ولا ني. وبعدين يا أخوي التحصيل رو داخلي، ثم اللي تعطيه مليون ويمشي ويبيع، وثم اللي تعطيه 200 مليم وما يبيعش، صحيح، لأنه مبدأ تحصيل رو داخلي. لكن احنا نحكوا على الديمقراطية، علينا أن تتحصن، وليست أفراد الديمقراطية ولا هي أشخاص، هي منهجية، وهي مبدأ، وهي ثوابت. الديمقراطية في العالم كلها محصنة. لو نقارنوا برلمانات، نجيب واحد أفريقي، واحد آسيوي، واحد من أمريكا اللاتينية، ما نقارنوش بالأوروبيين، ونشوفوا ينجموا يشوفوا، عندهم مراسلات ويعرفوا، وعندهم زيارات ويعرفوا، يمشوا مثلا بثلاث برلمانات، لبنان، مصري، مغرب، ويشوف يقارن. لا اي، حسب ما نقرا، انت تفتح الجوجل وتفتح اي شيء، كي تقرا توجد اشياء اخرى. اشياء اخرى تماما. با اليوم احنا ديمقراطيه فتيه، وبلد يعاني من نقص ومن كذا، وجو في عصر نتاع جوجل ونتاع الفيسبوك، واي كلمه واي نائب يتكلم على المساله هذه ولا على هذه ولا على هذه، تشرح اموره وجدوده وامهاته وكذا. با انا لا اتكلم في المساله دي، ومانيش ماشي عليها 3000 دينار او شلون، لاني ماشي بيهم، وكان نبقى في داري ونشتغل ونكتب كتب، نطلع منهم اكثر منهم، نطلع اكثر منهم فعلا. يا اخي انا باش عايش، ماناش ماشيين عليها. لكن انا انادي بتصليح البرلمان وباصلاح البرلمان، بادخال اصلاحاته، من شان لابد من مكتبه. اذا في مكتبه ما شفناهاش، لابد من كافيتيريا معقوله. فما كافيتيريا، فما صحفيين، فما مطعم، فما ما نعرفهاش. تو تعرف. لابد. فهمت؟ لابد. هذا هو اللي نقول. انا الصافي سعيد قد اكون اخطات الطريق حينما فكرت في البرلمان والدوله. برشا ندم لهنا. باي معليش برشا ندم، برشا حسره. لا فسر لي، معناها الناس قرات هالرساله وفهمت برشا حاجات. معناها فهمت لي انت، ندمت كي شفت الحاله هذيك، انك حسيت بمراره كبيره، حتى الخزره نتاعك والوقفه نتاعك كانت ياسر تراجيديه. عندي مراره وماشي انا باش نصلح. ثم ناس قالوا لي استقيل، انا ما نستقيلش. من اول نهار باش تستقيل؟ ثم ناس قلت لك قالوا لي استقيل. لحظه شوي سي سمير، الاستقاله راهو من وظيفه، انا مش وظيفه. وما ثماش واحد وظفني. انا راهو انتخبت. انتخبت. انا ممكن بعد عام عامين ثلاثه استشير هيك عبر وسائل الاتصال وكذا، نوجد روحي في غير مكاني، اذهب الى مكاني. التصويره هذه في النظرات نتاعك فيها برشا ازدراء. فيها برشا ازدراء. ماهوش برشا ازدراء، لا برشا. فما خيبه امل في عينيك. فما خيبه، صح، مش ازدراء، لا ازدري احدا. قاعد تشوف في المجموعه اللي قدام. وبعدين انا قلت وقفت هذيك الوقفه يمكن في غفله من نفسي، ورأيت أنه لا سند لي غير ذلك العمود الرخامي. غير ذلك العمود؟ في لحظة ما، في لحظة ما. شوف الإنسان يا حبيبي حسب الحالات العلم النفس راهو يعيش في 6 حالات في نفس الساعة. وانت مزاجي زاد. أيوة. لا مش مزاج. أنت تنجم تعيش كهل وطفل وشاعر وفيلسوف ومجرم في ساعة. لأنه دماغك هنا يتجه في أين يفكر، ماذا يفعل بهذا، ماذا يفعل بذلك، ماذا سيفعل في المساء، ماذا فعل امبارح. فهمت؟ وتركب لك شخصيات داخلية. هل أنت تنطق بها في لحظات؟ هل أنت قادر سيد صافي سعيد على التآلف مع النفاق والفرح المبتذل؟ لا مانيش، لا إذا سألت وانت السؤال. لا أستطيع أن أتآلف مع هذا.
لا استطيع. هذا موجود في مجلس النواب، حتى في مقهى، مش في مجلس النواب فقط، حتى في مقهى، حتى في بيتي لا اتالف لا مع النكران ولا مع التملق ولا مع الغباء. وانا اكتشفت روحي غريب. في بعض الاحيان لا افعل شيء في هذه البلاد الا ان ادير بعض الغباء. واضح. سؤال الاخراني على الرساله، وجدت كل شيء في البرلمان ذي القفله نتاعك الا الوطن ونفسي، ما لقيتش لا الوطن ولا لقيت روحي. على وانت هذه كتبتها في قهوه في 5 ثواني، يعني وانت الغريب طبعا لم اجد نفسي، والوطن ايضا لم اجد. ماني قلت لك الشعب يبقى برا، الشعب يبقى البرا والوطن البرا. وغادي شنو اللي حاضر؟ غادي المصالح وغاديك المساومات والصفقات والمصالح والقفز وكل انواع الرياضات الذهنيه والجسديه كلها موجوده. هذا الكل كنت تعرفه قبل ما تدخل مجلس النواب؟ نعرف، واني قلت لك انا عندي فكره. انا قلت لك هو مسرح. لا تتصور الديمقراطيه انه هي اكتشاف عظيم. احنا راهو الديمقراطيه عندها 2500 عام، احنا وصلنا لها تو. احنا فاكرين روحنا. تعرف شو مشكلتنا العرب بشكل عام؟ مش كي نفكروا لو كما لو اننا احنا اما الانسان الاول او الانسان الاخير. يبي قبلنا احنا في 10,000 سنه عمر انسان. الانسان الحي والناشط والمنتج والمفكر 10,000 عام. وبعدنا احنا ممكن 60,000 ممكن مليون سنه. احنا مرحله عبور. لسنا لا الانسان الاول ولا الانسان الاخير. الديمقراطيه هذه ستتطور وستتغير وستظهر بمظاهر اخرى في بلدان اخرى وباشكال اخرى عديده. لا نعتبر لا شيء نهائي في هذا العالم وفي هذا الكون. لا شيء نهائي. كيفاش باش تتعايش مع هذا الكل 5 سنين سيد صافي سعيد؟ نتعايش 5 سنين. ما هو انا عابر. عابر طبعا. اتعايش الى حد ما. ما ندمتش على الترشح لهذا المنصب؟ لا لا ما وصلتش للندم. انا مشيت ترشحت في الرئاسه وترشحت في النيابه، ما ندمتش. ما ندم لا. انت شوف اذا تبقى تندم راك ستندم على الذي فعلته والذي لم تفعله. فهمت؟ ولذلك انا كل ما افكر فيه افعله حتى لا اندم. لا لم اندم. فما ناس علقوا على ناس معروفين علقوا على على الرساله نتاعك. فما شكون قال انه هذا استعلاء وتكبر من صافي سعيد، يعتبر نفسه اكبر من المنصب نتاعو كنائب واكبر من النواب وانظف منهم واثقف منهم واعلى منهم. يا خويا بارك الله فيه اللي قال هذا الكلام، ان كان صادق او كذب. هي شنو تعليقك؟ ما عندي ولا تعليق. فما شكون فسروا على انه تكبر. هو يفكر ما هي هذه رساله وجدانيه. كل واحد يفسرها كما يحب. انا ما كتبتلكش معادله رياضيه يا اخي. كتبت لي شعور. اي هذاك هو. كل واحد يفسر كما يحب. ثم شكون قال في تعليق طريف انه هذا طريقة صافي سعيد باش يبرر غيابه في 5 سنين الجايين على مجلس النواب. لا لا ما يا اخي اذا سافرت اذا مرضت اذا تعبت الى حد ما فما حاجات ما تنجمش تتحملها. فالمفاصل الكبرى لا اغيب ولن اغيب، واذا وجدت روحي غير قادر على الحضور راني عندي حل لنفسي. عندك حل لنا. اي طبعا انا مانيش. هل هناك نواب لا بدون ذكر اسماء بكل صراحه صافي سعيد، هل هناك نواب لا تتشرف بزمالتهم؟ بدون ذكر اسماء. سأرى ذلك، هذا نجاوبك فيه بعد في الحلقه اللي بعد 6 اشهر. بعد ما تكتشفهم. علاش اخترت البلاصه هذيك؟ البلاصه يا ودي قتلتك الرساله. لا لا البلاصه هذيك ماهيش رساله، ماهيش رساله هذه. بلاصتك اللي قاعد فيها في مجلس النواب في اخر الصف اخر واحد اخر كرسي. انا حتى انا حتى بعيد على الواجهه، بعيد على الوسط، بعيد على المنصه. وين المنصه؟ المنصه تبدا رفع راسك. اخترتها انت. هذيك احسن مكان للرؤيه، وترى كل الناس، لا ترى وجوههم بس ترى اشكالهم واماكنهم وكذا. اولا مش تتفرج. ها؟ ماشي باش تشوف الناس، باش تتفرج في زملاء. هذاك مكاني انا ملي كنت تلميذ نشد الصف في اخر صف، لكن دائما اصبو الى الاول. وتقعد في الطاوله الاخرانيه. واصبو الى الاول، فهمني؟ اي اي. قعد في الخلف في الاخير واصبو الى الاول. انا هذيك طبيعتي. ثانيا مكان حلو.
بالنسبة لي أنا مكان حلو، وبالعكس أنا نبهت عليه أنه ما حدا يأخذه لي، وجدت فيه ناس من غدوة قومتهم قاعد في مكان يكو اخترتها أنت يعني، مش فرضوها عليك. لا لا اخترتها أنت، اختارها أنت، تختار وين ما تقعد. الناس تجري باش تقعد في الواجهة غادي، باش تقعد قدام التلفزة قدام الكاميرا، باش يوريوها في الكاميرا، باش يوريوها ثم النواب يبداو يتكلموا يعسوا على الإكران يشوفوا في رواحهم في الكاميرا. في كل شيء، في كل شيء، في اللي يمشي يصوت يظل ماسك الورقة ربع ساعة باش يصوروه. في كل شيء. كنت تتوقع مجلس غير هذا؟ لكن راهو نقولوا في هذا الكلام، راهو مع كل احترام وما عندي غرض بأي واحد ولا نذكر أي اسم. لا لا ما قلناش. وكلهم نسلم عليهم، وكلهم يسلموا علي، وكلهم يبوسوني، وكلهم يقدروني، وأنا بالمثل، وأنا لكن أقول هذا الشيء، أقول يعني ربما واحد يسأل ما عنديش غرض، ما عنديش غرض بأشخاص أنا، أنا عندي غرض بمسائل، بمسائل وبهموم وبإشكاليات وباستراتيجيات، ما عنديش غرض مع أنا قلت لك إحنا الناس كلنا عابد. هل 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 أنت سعيد بلقب نائب في مجلس نواب الشعب بهذا المنصب، بهذه التسمية، بهذه الصفة؟ ما زلت ما تأملتش فيها. أنا نحب كلمة كانوا يقولوا فيها قبل مفوض، مفوض الشعب. ايه نحب الكلمة هذه. كلمة نائب ما تعجبكش؟ هاني قلت لك أنا ما هو قبل في الثورات عملوا مفوضون. إيه أنا نسأل فيك على هذه، على صفة نائب مجلس نواب الشعب أسافي سعيد مستمتع بها. نائب ديبيوتي كو نائب، نائب في كل عالم هكاك. إيه حسيتك محتقرها الصفة هذه يا راجل. مانيش محتقرها يا أخي، أنا طريقتي في الحياة هي هيك، ما نحتقر شيء أنا، أنا أتعامل مع كل شيء. ما ماكش عاطيها. أنا أتعامل حتى مع النمل، أنا مرات يجيني ابني يوجدني بحذا ثلاث نملات نتعامل معاهم. نتأمل معاهم وكذا، يا ودي ما نحتقر شيء أنا. فيك أخطأك من الأسئلة هذه المثيرة، أسألتك إيه اللي تديني المشاكل ونبدأ أنا نرد ونبرر ونبرر ويبدو هم يسبوا. يا أخي أنت تعاني معايا في الجيوش الزرقاء والحمراء والسوداء. بديت تتبدل، بديت تعس على لسانك، بديت تتكلم وتحفظ. لا قبل أنا كنت نشرح. لا كنت منطلق، أنا كنت منطلق. لا 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 ما كنت أجبدني في المسائل الحية وتشوف. أما هالأشياء هذه الخاصة، شوف شوف الرجل اللي عندي لو لم تكتب الرسالة لما سألتك الأسئلة. ثم ناس يحكوا على الأشخاص، ثم ناس يحكوا على اليوميات، ثم ناس يحكوا على الأفكار. يا أخي أنا خليني مكتب طبقة اللي نحكي لك على الأفكار والمشاريع والاستراتيجيات والنظرات. ما نيش نحكي على الأشخاص، ما نيش نحكي على الأشخاص. أيوة خليني تو من الأشخاص. خرجنا تو من البرلمان، يلا عارفش نخرج من البرلمان. طبعا خرجنا من البرلمان. كنت سيادتك صافي سعيد كنت تريد منصب رئيس حكومة، هل أصبت بخيبة أمل بعد فشل حملتك الإعلامية لنيل ذلك المنصب؟ عملت حملة إعلامية، عملت مشيت الحوارات وحكيت على أنك أنت ما مشيتش لحوارات، مشيت لحوار واحد يا سيدي اسمعني. مشيت للحوار تكلمت لهنا وفي قناة عربية هنا. ما قلتلكش نحب رئيس حكومة حبيبي، ما قلتلكش الكلام. قلت سيد صافي سعيد في برشا بلايس، نعرف روحي وين قلتها ونعرف روحي إمتى قلتها. قلتها في قناة الميادين. الناس أخذوها وعلقوا عليها واستدعوني، وعدتها مرة في إذاعة قلت لي ما لا. وفي حنا بعل اقترأ مع الزميلة سماح مفتاح، في حنا بعل إذا شرحت شوية هذا ولهنا في وحش الشاشة لا علينا. يعني أنا شو اقترحت روحك يعني كرئيس حكومة؟ مش اقترحت روحي، واقترحوك في الفيسبوك زاد برشة توانسة. ما هو احكي صحيح. أي هذا هو. ومش اقترحوني فقط، طالبوا واقترح علي ايضا. واقترح عليك رئيس حكومة؟ هذه جديد. اي هكاو اقترح عليك انا مناورات من جهات رسمية. مش مناورات ونكران وتملق، ما هو هذا من جهات رسمية؟ ما نعرفش تو، خلي الامور تمشي سلاسل. من الامم المتحدة مو من جهات رسمية تونسية. انا ماني جاي لا نعقد في حياتي لا في حياة الاخرين. تو خلي الامور ماشي. نعرف سي صافي، ولكن سيعودون. اسمعني شوي هكاو سيعودون اليك. ما نعرفش. شوف انا راني عندك برشا تحفظ. اقترحوا عليك. انا راني ما نتكلمش من فراغ. رفضت انت سي صافي؟ انا ما نتكلمش من فراغ. عطيت شروط؟ لا ما اقترحش عليا انه هاي نعينوه غدوه. لا ناقشنا في الموضوع واقترح. ناقشنا في الموضوع. وانا ايضا مانيش باش هي شو باش ناكل مع الزلابي انا نقول له اوكي
ما لازم حتى انا نشوف جماعتي وناسي ونجمع افكاري وكل شيء يعني اوكي. تحدثنا في هذا الموضوع طويلا ومرتين ومع جهتين وكان عندهم، وبعدين تغيرت الطرقات كلها تغيرت. ولانه انا كنت عارف انت ماك تذكر اللقاء نتاع سماح، اي لقاء سماح، قلت له، قلت لجماعات اخرى اللي كانوا يسمعوا فيه، قلت لهم راهو في مناورات اخرى خلفكم، راكم مش عارفين، راهو باش يفكوا لكم كل شيء، والمقود باش يفكوا، وهكذا يبدو لي تم. سيد صافي سعيد، المعروف انه اللي يملك القرار الاهم والاقوى هو راشد الغنوشي. راشد الغنوشي على ما يبدو وحسب ما يفهموا التوانسه وحسب فهمنا البسيط انه هو اللي يملك قرار تعيين رئيس الحكومه، او هو صاحب النصيب الاكبر في هذا القرار وصاحب النفوذ الاكبر. وانا نعرف اللي انت قابلت الشيخ راشد الغنوشي وحكيت معاه، يمكن هو نادالك ولا انت طلبت مقابلته ولا هو طلب. هو طلب مقابلتك وقعد معاك. انا ما نطلبش، انا ناوي نطلبه اليومين، لانه رئيس برلماني تو حاجتي بيه في. عارفك. اما عمري ما طلبته هو يعيط. عارفك تو ولا شيخ راشد الغنوشي. خليك من عارفك كرئيس برلماني. ما تعجبكش عارفك. ما نحبهاش اللغه هذه، عارف إداري. ما عارف. لا ما نحبهاش. اداريا انا ما عنديش عارف، عمري ما خدمت تحت عارف. ولكن اداريا هو عارف. شوف. لا ما نحبهاش اللغه. خاطر ماكش مستانس باللغه الشعبيه. لا اول مره تاخذ منصب سياسي في الدوله. يا اخي انت توك ولكن هذه الدوله. انت توك يقول لك عارفك فلان ولا كذا. ما يسالش، انا ما نتقلقش. لا انا نتقلق. انا ما عنديش عارف، انا اخترت الصعابه في حياتي حتى لا يكون لي اي عارف. اما اليوم دخلت القالب. لا رئيس مجلس. دخلت المنظومه. رئيس مجلس نواب الشعب التونسي. وانت نائب. إيه أنا عنده نائب. ايوه انا نائب تحت اشرافه. انا نائب، هو يساوي صوت انا يساوي صوت. هو انتخبوه رئيس مجلس نواب. إيه هكا هو رئيس مجلس، اسمه رئيس. نعم نعم رئيس، نعم فوالا اسمه رئيسك. ايه باهي سي صاف، هو صاحب القرار بصفته. صحيح. مش بصفته رئيس مجلس نواب، بصفته رئيس الحزب الحاكم. صحيح. وهو راشد الغنوشي، معروف شكون الاستاذ راشد الغنوشي. انت قبلت، وشنو دار ما بيناتكم؟ ما حكيتوش على رئاسه الحكومه. شوف ما حكيتوش على انك تنجم تدخل الحكومه. كل شيء، لكن مانيش باش نحكي لك ماذا دار وماذا حكينا وما هو. هكا تغزل فيا، مانيش باش نحكي. لا تغزل فيك، عارفنا ومانيش باش نحكي. سيد راشد الغنوشي بيده القرار الى هذه اللحظه. يمكن سيد راشد الغنوشي اكثر واحد كان متحمس لي او تحمس. بالضبط هذا اللي نجم نقوله لك. كان متحمس لك كرئيس حكومة. واكثر واحد اللي هو من جماعة النهضه اللي نحكي معاه بأريحية. هاي. واقول له ما لا يقول له اي واحد. شنو معناه ما يقوله؟ ما طبعا نقول له حذروا مرات، نقول له تنصحوا، قلت له راهو المره هذه راهو باش يقلعوا لكم الرخام من بيوتكم. قلت له باش يطلعوا لكم الرخام من بيوتكم. يقلعوه مش طلعوه، يقلعوه. اي راهو المره هذه اذا فشلتوا الفشل عنده ثمن المرة هذه. باش يكون إيه؟ ثمن به. هذا هو. شوف راشد الغنوشي، أنا قلت له جماعتك غلطوك أو أنت غلطت معه، ما رشحوكش للرئاسة. حقه ترشح للرئاسة. قلت له ربما لو رشحوك للرئاسة على الأقل لو وصلت لهذا المنصب أنت وصلت لمنصب آخر بعيد عن خصومات وعن أتعاب كثيرة ومسؤوليات ثقيلة جدا جدا جدا. قلت له خوفوك أو خفتوا من الفشل ربما كانت عندك فرصة للوصول. والرئاسة دائما أنت باش تاخذ، أو وقتها كنا نحكي على أنه هو يمكن ياخذ رئيس حكومة. أي. الرئاسة قلت له هي يعني لما لا الرئاسة إذا أنت ناوي تاخذ رئيس حكومة. وقلت له رئيس حكومة راهو وكنائب رئيس حكومة راهو، قلت له راهي باش تفشلك في حد ذاتك إذا أنت خذيت رئيس حكومة، وتفشل لك حكومتك وتفشل لك النهضة وتفجر لك النهضة من الداخل. قلت له هذيك. وشنو تقصد أنهم يقلعوا له، يقلعوا لهم الرخام من بيوتهم؟ شنو تقصد؟ المرة هذه الشعب التونسي سينتقم من السياسيين. فعلا وعنده حق. اي فشل الاخر ما انت شفت الموجه الثانيه من الربيع العربي اللي هي في العراق وفي لبنان في الجزائر وفي وفي لبنان. شفت انت في العراق هذيك الموجه الثانيه، هذيك الموجه الثانيه من الربيع العربي. هذول الدول اللي عندهم ديمقراطيات كيفنا احنا، قبلنا احنا. اكتشفوا ان الديمقراطيه هذه خادعه، خاصه الديمقراطيه النسبيه، تشعر كل طرف
كل طرف تشعر أنه منتصر يجي تصف على الانتصار متاعه ويوجد تفاصيل هزيمة. هزيمة، لا أحد منتصر في البرلمان، ستة كتل لا أحد منهم منتصر، متقاربين متماثلين، لا أحد عنده الحكم. شو المنتصر؟ منتصر هو صاحب القرار، لا أحد عنده القرار. أرجع للشيخ راشد الغنوشي وما دار بينكم. هذا اللي حب هذا اللي هذا أيضا قلته. أي قلت لكن وراه إحنا لو نعاودوا الانتخابات غدوة بعد غدوة مش نعملوا طبعة ثانية وبس، تتغير العناوين بس النسب هي هي. ولكن سيد صافي سعيد أنت مشيت وقتها أنت مرشح بقوة لرئاسة الحكومة، الناس تحكي عليك كمرشح لرئاسة الحكومة، مشيت له باش تحكي معاه، سي سور دار ما بيناتكم حديث على هذا. هي إحنا شوف نقول لك، إحنا في تونس مازلنا نعتقدوا في حاجتين، ثم واحد يحب يجيب رئيس حكومة واللي يحبوا يجيبوا رئيس حكومة يقدروا يتحكموا فيه وما يخوفش ورؤيته متواضعة ومتناسبة ومتماثلة وما يتفلسفش عليهم، ما عندوش آراء بعيدة وما عندوش كذا وما يدخلهمش في غريق ربما ولا في كذا ولا يمشي بهم باتجاه بعيد، ما يحبوش. وثم اعتقاد آخر إذا عند الناس أنه هذون موظفي الدولة التونسية، يعني انهم قادرين على اصلاح الدوله العتيقه. مش قارين العالم، كنت تشوف انت الزعامات او القيادات اللي غيرت في بلدانها لا علاقه لهم بوظيفه الدوله او بما شابه ذلك، ولا علاقه لهم حتى بالاقتصاد. كانوا يفكروا نجيبوا واحد شخصيه ذو خلفيه اقتصاديه. ايش معناتها خلفيه اقتصاديه؟ كلام جهل بعينه، أنا مفسرها لك شيء هي كانت تحب، أما الكلام الجهل بعين خلفية اقتصادية. قلت له أنا يا شيخ هذول اللي تسمع فيهم في التلفزيون يبدي يحكوا لك على الأرقام هذه، راهو ما يعرفوش اقتصاد، راهو مش هذاك الاقتصاد، هذاك راهو تعرفوا حتى أمي وأمك كانوا يعرفوا كيفاش تصرف من هنا وتخبي من هنا وتجيب من هنا وترد من هنا وتعمل، هذاك كل نعرف، هذاك اقتصاد أسري حسابات بسيطة. راهو مش كل واحد يعرف شويه كونتابيليتي معناتها يعرف اقتصاد. الاقتصاد راهو راهو اسمه اقتصاد سياسي، راهو افكار كيف تتحول الافكار الى مشاريع. ايوه لكن همه علاقات، هو همه هذا الشيخ راشد الغنوشي. انا حبيت تقول لي انت شو تحكي معاه. انا علاش ما دعمكش كرئيس حكومه سيد؟ ودي ما يدعمنيش لانه هاني قلت لك ربما هو اكثر واحد اطرح اسمي وتكلم حسب ما يبلغني وحسب ما نعرف حسب ما يبلغني. إذا ما كانوش أيضا يخادعونك به، ولكن ما وصلش. مش لا واحد وراه أيضا يقرر، عنده مجلس شورى وعنده كذا وعنده توازنات وعنده يحب يرضي هذول وهذول، هو بعد من رئاسة الحكومة من النهضة حتى لا تتفجر النهضة، لأنه إذا خذاها واحد خذاها فلان ولا فلتان باش فلان يسحب روحه والآخر يزعل والآخر ينشل الحرب والآخر في حرب الإخوة الأعداء موجود كامل، الإخوة الأعداء قضية موجودة كاملة في كل عائلة وفي كل تنظيم. شكون اللي ما يساعدوش الإخوة كرامازوف؟ شكون اللي ما يساعدوش أنه صافي سعيد يكون رئيس حكومة؟ مش أسماء، نحكي جهات وأطراف، شكون اللي ما يساعدوش؟ كثيرين، لوبيات على ناس، على شوية فاسدين، على شوية قصيرين نظر، على شوية مرعوبين، على شوية حاسدين، على شوية كثيرين. هذيك وهذيك هي راهو في كل بلدان هي هيك، اللي نقول فيه ليس جديد. فهمت؟ إيه، وحتى في العائلة المالكية كي يقترحوا واحد ولي عهد تبدأ صراعات. طبعا، ومرات يقترحوك في الأول مش يعني يحرقوك وينسوك ويستهلكوك. يا أخي أنت توا تجي تقول يقترحوك ولا اقترح عليك ولا أي شيء، ما هو يمكن الاستهلاك مش يعني يجيبوا واحد آخر. لكن هما وذكرني فقط، سيعودون للصافي سعيد، يعني ينجم يجي نهار نشوفوك رئيس حكومة في العهد هذا؟ لا يمكن ما يجيش هذا النهار. ايش بيك تتقلب يا أخي؟ مش نتقلب يا أخوي، أنا أفسر لك في كلامك يا سيدي. هذا قصدك أنت، هذا يمكن قصدك. ما يجيش النهار، يمكن وقت اللي يجي أنا غير موجود، ويمكن أنا وقت اللي يجي أنا نرفض. واضح. أيوه، يعني راهو مش في كل وقت نقبل. الشيخ راشد الغنوشي في احدى تصريحاته صرح اللي انت تنجم لمح اللي انت تنجم تكون وزير ثقافه ناجح، فهم منه هذا وكتب هذا مكتوب موجود في بعض. عنده برشا اللي ياخذوا وزاره الثقافه. انت لا ترضى بهذا المنطق. امامي قلت له لست متعهد حفلات.
قلت له واو يسمع فيه. هذا دور وزير الثقافة متعهد حفلات؟ أنا هكا رأيي، قلت له أنا هك. أنا قلت له لا يرضيك وزير ثقافة، لا يقنعك، لا معناتها أصغر من طموحاتك أو من 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 قدراتك أو شوف. الشيء اللي يرعبني من الداخل ويؤلمني أنه كيف أنت تدخل الانتخابات تجيب 200 وتصارع وتصارع وتعرض روحك للمخاطر وتصرف وتجري وتفهم وتكتب وتفسر تحالف وتخطب بصدق بصدق بصدق. أنا بقيت 3 أسابيع بعدين مريض صوتي لا وجود له، افتقدت صوت، فهمت؟ وبعدين يجيك واحد موظف من شيء إدارة ظلمة يقولوا هذا حاكم. حاكم بيش؟ وين يعرف الشعب؟ وين دار هالبلاد؟ بأي شرعية؟ شكون اللي انتخبوا؟ راهو انتخاب ضعيف 7% ولا 5%، راهو أهم بكثير من أكبر عبقري يدعي العبقرية وهو في غرفة مظلمة لمدة 15 عام باعتباره خبير. فما احتقار للموظفين، باب مجلدة. اي فما احتقار للموظفين، وسع ذهنك للإدارة. شوف شوف يا الإدارة في تونس معروفة مصنع كفاءات، من لغتك مصنع كفاءات يا سيد صافي. الإدارة يا ودي لحظة، ما نحكيش على الإدارة التونسية، هم مرات يجيبوهم لك من برا. اي شبيك تفهم انت، شبيك تفهم الأمور في بداية، اي يجيبوهم لك من برا. اي صحيح، سبحان. وشنو الناس قراوا البرة في بوليتكنيك ولا اسمحلي. ولا قراوا في اسمح لي آه. كنا قرينا في ليزيكول دو ريلاسيون انترناسيونال، عندنا شهادة في المستقبليات، كنا قرينا. شيلك مش قراية مش قراية مش قضية قراية، واضح باهي. ومانيش نحكي على موظف بعينه، نحكي على البيروقراطية كيف تخلق لك تماثيل وهي يجيبوها يحكموا بها مشان لأنها حلوة سهلة ياكلوها ويمصوها. نحكي على المفهوم هذا، يمشي معي بعيد سمير، كيف تقعد مع سياسيين وموظفين ومثقفين؟ دائما لغتك من حطة يا سمير. تو انت تحكي هكا شويه يا سيد صافي، قدامك مشاهد ينجم يفهمك بالغلط. سمير نحكي لك على السكه، تدخلني في السكه ينجم يفهمك بالغلط. لا اعتقرها، كان ما وضحتش، كان الذباب لا اعتقره، كان ما وضحتش يفهمك بالغلط. اي غير، كانت فرصه باش سيادتك توضح. ما تدخلنيش في شنو اللغه منحطه هذه. لا منحطه وقت تقول لي تحت قرش، شبيك تحت قرش؟ اي بيان سير هك وضحت، لانه لو كان ما قلتلكش هكاك يفهموك بالغلط. لا يفهموها احتقار بطبيعه. تقول في غرفه مظلمه، في غرفه مظلمه موظف وكذا، الجهد الكافي، الطاقه الكافيه، خلينا نعطيها في مكان اخر. هذيك الفرجه، ولا نعطوها في فكره اخرى، هذاك سبيكتاكل. سبيكتاكل، تعال معايا يا ودي. الكوموند نتاعك عندي انا، عندي الكوموند نتاعك، تتنرفز وتضحك وتغني. لا عندك لا كوموند، باهي امشي. سي صافي، انا نقول لك ما عادش تمشي بيا. انت مشيت لي تو، مشيت لي تو للجزء. لا ما يسالش، ما يسالش، ثم كلام يتفهم بالغلط وما نحبكش تتورط فيه. لا مش بالغلط، باهي بالعكس. يوضحوا انت بالعكس، هاك وضحت، هاك وضحت. سيد صافي سعيد، جبت على الجنسيات انت تو، حتى في مجلس النواب عندكم مزدوجي الجنسية، حتى بجنبك زملاء عندهم مزدوجي الجنسية، وكل مرة يتجبد واليوم ثم مرشح للحكومة لرئاسة الحكومة عنده جنسية أخرى زاد. ولكنك ثم مرشح، شو ثم مرشح؟ تو ثم مرشح واحد قدم أوراق ويبدو لي للرئيس. إيه نعرف، ولكن ينجم ما يتعداش. شوف مازال ما شوف سمير، أنا قلت لبعض زملائي وأخذت عهدة على نفسي، وهذا مبدأ، أنا مش بك الناس اللي يتصايحوا هنا وبعدين يتصافحوا هنا. فهمت؟ أنا نايب، ويحق لي في البرلمان أنه باش تقدم أمامي حكومة، يحق لي التصويت معاها ولا ضدها ولا كذا. لكن أي واحد يحمل جنسية أجنبية سأطرده من المجلس وأقول له هذا ليس مكانك لكي تحكم الشعب التونسي. طرده من المجلس؟ أي وزير. لأني شفت برشا وزراء من هالنوعية هذه، نهار كل يتراكضوا من مكتب لمكتب، هاي النهضة، هاي حركة الشعب، هاي كذا، أو فلان، تلفن لي لفلان، عرفني فلان، مش كلهم يحبوا يقعدوا. أنا اللي أطلبه من الرئيس سيد قيس سعيد ومن الغنوشي نفسه أنه يبعدنا عن المزارق والمهاترات وهاللوبيات وينتبهوا شوية،
توا نايب عنده جنسيه اجنبيه، راهو مرات يكون نايب برا على الجاليه برا، فهمت؟ نايب خطير. لكن انا ساطالب بها في جلسه من الجلسات، لكن هذا ينتخب تو، انتخب قانون الانتخاب ما كانش فيه. صحيح، انا نحكي على الوزراء، الوزراء اي احتمال أيوة. كبير انه يكون فما وزراء باش يعاودوا من الحكومه القديمه، ربما ثم كلام على وزير السياحه. انا حكى لي وزير السياحه، انا حكى لي واحد من النهضه، احد من قيادات النهضه، قال لي في الحكومه هذه 17 وزير يحملون الجنسيه الاجنبيه. الحكومه الحاليه ولا اللي جاي؟ نعم، في الحكومه هذه تاع يوسف الشاهد 17 وزير، واحد من قيادات النهضه، مانيش باش نذكر اسمه، ويعرفهم جيدا. اي، وشنو المشكل؟ شنو المشكل يعني؟ المشكل هو هذا، هو المشكل، هو هذا هو المشكل اللي انت فيه. هاك ما زلت في الطاوله وفي الاستديو وفي التمثيليه هذه الحلوه، ولا هذه هي المشكل، هذه تونس. ما نحب نشخص المشكل. تونس ما دام هكا لن تتقدم 5 أمتار. ما هو توانسه يا سيد صافي، ما همش مانيش اكثر وطنيه منهم، ربما فيهم شكون. ما حكينا في الموضوع هذا. اي حكينا. ما عادش ترجع لي فيه بطرقك نتاع تراكتورات عربي. تضرب في الحيط انت. لا مش نضرب في الحيط. لا، ما هو كل كلمه نفسروها. مش انه التوانسه يحملوا جنسيات، احنا ضد التوانسه يحملوا جنسيات ولا يحملوا جنسيات. لا، نحكي على ذوكم بالذات. انا نحكي على حكام. يعني اليوم. نحكي على حكام. ما عادش يعني لي انا تونسي يحمل جنسيه، هو حاكم. خلينا نحكيو على جديد. هو حاكم، هو في يده ثروه الشعب التونسي. وقرارات الشعب التونسي وسياده الشعب التونسي، وهو ماهوش تونسي. وهذه هي المصايب اللي احنا عايشين. ماهوش تونسي. وهذه هي اللوبيات اللي يصنعوا لكم فيها، انت تمشي للانتخابات وتصيح وتعيط وكذا، وبعدين يجيبوا لك واحد اخر. فهمت؟ اي. ايوه. صحيح، ولكن اليوم جديد، هذا جديد اكتواليتي، انه ثم كلام على انه وزير السياحه ينجم يواصل. ينجم يواصل ووزير الشؤون الاجتماعيه. صديقك انت اساله. صديقي؟ اي. شو تعرفني؟ تعرفه صديقي؟ لا، في الفيسبوك نقرا نشوفه. ديما ننقد فيه. اي. لا. ديما ننقد فيه. واخر مره بعث لي ميساج. بعث لي ميساج يحتج على اللي قلته عليه المره الفاتت. انا كلام قلته، هاو نقوله لك، قلته لبرشا قياديين، قلت لهم هذا الوزير فلسلكم نص السياح، زدتوه وزاره النقل. وزاره النقل هي الموانئ والمطارات. بالاساس. يا خويا صح عليكم. تفكروا جيدا وممتازين وماشيين في الخط. به. انا قلت فهمت، وهم ما دام في ايديهم القرار ايش تعمل لهم؟ ايش تعمل لهم؟ واضح. يسمعوا راهم، يسمعوا، يضربوا لك على كتاف، يقول لك سي صافي شجاع. هم انا نعرفهم انه هم نفسهم. سي صافي ممتاز شجاع، يضحك لك. شو تحب اخوي؟ ثلاثة أرباع يا خي متربي متخرجين من مدرسة واحدة. شو تعمل؟ أنا امبارح تعرفت على برشا نواب بصراحة ما كنت أتخيل يوما أني سأجد نفسي معهم. أبو؟ لكن بسرعة بديت نتعاطى ونحكي. طبعا يا أخي كيف تتعلم الانحراف؟ كيف تتعلم الانحراف؟ بمخالطه المنحرفين. ما تتعلم من حكايه تتعلم الانحراف، يبدوا لك السيجاره الاولى، يبدوا لك كذا، المره الاولى حاجه كذا كذا، بشويه بشويه حتى توجد روحك. انت ادرى. لا، انت اللي كنا نحكوا عليه الصبح، انت ادرى به. ما نعرفش انا الانحراف كيفاش واحد يولي منحرف. وثم ما علاقه الانحراف بمجلس النواب؟ ما علينا، لا قصدي إيه سمير، يا راه مش هذا، مش كله أسئلة متاع ذكاء ومتاع كذا، هذه أسئلة متاع أنه كم أي خلينا نحركوه بيك. ما أسئلة شبيه؟ ما عندي ليلة. ما تعجبكش الأسئلة؟ واضح. شو يعني ما يعرفوش الشعب التونسي نوابهم؟ يعرف. ما يعرفوه. هيك نحب نسمع منك انت. هيك مش تسمع مني انا، انا مانيش جاي نوتي. انا مش ضيف في الشعب التونسي. ماني جنرال انا، كوي. ممثل عن الشعب التونسي. لو كنت جنرال راني نتصرف بطريقة أخرى. ماني جنرال ولا اريد. هل صوتت للشيخ راشد الغنوشي كرئيس مجلس النواب وانت نائب؟ التصويت سري، الواحد لا يقول عنه. لا نجمو نعرفوا راهو. لا قائمات موجوده، شكون صوت؟ ايه اعرف. وعلاش ما تجاوبنيش انت؟ ما علاش نقعدوا نعرف؟ سبحانك يا رب. شوف لو كنت في اوروبا ويقولوا لك لمين صوت
تشكي بيه دخلوا في السجن. لا مش تصويت شخصي هذا السيد صافي سعيد. هذا تصويت في مجلس النواب ماهوش سري، ماهوش سري. لا في مجلس النواب مش سري. تخرج القائمات. لا لا. الكتلة الفلانية صوتت، تصوت منها فلان وصوت الآخر رفض. تخرج الأعداد. لا لا تخرج حتى الأسماء. يا ودي سري ما تحطش اسمك يا راجل. وأنت شنو اللي يحرجك أنك ما صوت ولا ما صوتش للشيخ راشد الغنوش؟ هم بالعكس يحبوا ينحوه. لواش السري؟ خلي الناس يقولوا رأيهم. حقيقة أراهو كان يقولوا رأيهم حقيقة وعلنية تتغير المعطيات. برشا ناس صوتوا هكا يصيروا صوتوات. مش عملية جدية هذه السر، يعني مش عملية جيدة قصدي. ولكنها ماهيش براتيكمون ماهيش سرية. يعني عملية سهلة سلسة. واضح. تمشي الأمور بسرعة. واضح. السيد صافي سعيد وزارة الثقافة رفضتها. وأنا نعرف اللي أنت تحب واحدة من زوز وزارات الداخلية أو الخارجية. شوف أنا لا أحب شيء. مازلت متمسك بهذا ولا؟ يا راجل لا أحب شيء. اسمعني يا أستاذ اسمعني. أنا أولا مع دمج كثير من الوزارات وإلغاء البعض. أنا هذه وزارة الثقافة وحدها لا معنى لها. ضيف لها وزارة الشباب والرياضة، هذه وزارة خارجية وحدها، وفي عنا وزارة التعاون الخارجي لا معنى لهما الاثنين. واحدة تأكل من الثانية، واحدة تشتغل الأخرى بالكاد. هذه وزارة أملاك الدولة، هذه يجب أن تضم إلى وزارة الدفاع. واضح. أملاك الدولة تحت يعني تحت رقابة يعني عمود الدولة وهو الجيش الوطني. واضح. فهمت؟ أنا مع هك. ثم وزارات يجب دمجها، لأنه ثم وزارات عبارة عن أبواب للسرقة والنهب. كما شنو؟ لا تفعل شيء. كما شنو؟ فلاحة؟ أملاك الدولة. فهمت؟ أنت لو تشوف ما الذي يقع بوزارة هل كثير. هل سنرى صافي سعيد في الحكومة الجديدة كوزير؟ ما يهمنيش شنو لا الوزارة. أعتقد لا أعتقد. لا تعتقد؟ لا عليش. أعتقد. ثم ناس ضدك، ضد تعيينك؟ مش قضية ناس ضدي. أي. قضية أنه لن يطرح عليك اليوم بواقع اليوم، لا حتى لو كان في طرح لن يطرح عليك إلا شيء بسيط. أنا لا بالضبط راهو اسمع، لو ما كنتش مفكر بما أنا أعتقد راه ما نجيكش الليلة نحكي هذا الكلام ليلة الميلاد ميلاد الحكومة. فهمت؟ ولذلك راني مفكر وراني عارف روحي وين ماشي ونعرف شو نقول وفاكر روحي ونقول في الصراحة. وأنا أعتقد بمعتقداتي لا يمكن أتغير. يا أخي قداش عندك نعم تعرفني؟ عندك 10 سنوات تعرفني. كما أنت تغيرتش لا. في المبادئ الكبيرة لا. مع ذلك نحب الحياة لن تتغير. كما لا يحبها أحد لن تتغير من أجل مع المنصر. ذلك نحب الحياة كما لا نحبها، بس نحبها بكرامة. ما أسهل الحياة لولا الكرامة. نعم احنا نحبوا الحي. يعني المناصب تتطلب تنازلات منك، انت رافض باش تعطيه؟ يا ودي مش انا رافض يا ودي. يا ودي هذول ما يعطوش، هذول لازم تفكلهم. تفكلهم كيف؟ يا عندكش لوبي، عندكش حزب قوي، عندكش فلوس عليهم، عندكش لوبي قوي، عندكش كذا او فلوس. يعني قلت لوبي يا ما انت توا انت راقب انت توا الوزراء ورؤساء الحكومات من اي لوبيات جايين. راقبهم مليح. مش نفسر لك. وما نسبقش الاحداث وما نحبش نظلم حدا بحدا. وكل اللي طارحينهم اسمائهم مجهوله بالنسبه لي انا، ما نعرفهمش. مع احترامي ليهم كلهم بس ما نعرفهمش. لا اعتقد ان الشعب التونسي ايضا يعرفهم. وسنرى وسنكتشف ان هم مخلوقات من. سنكتشف مخلوقات من. نعم. تابعين شكون سنكتشف يعني. ولكن رئيس الحكومة معروف تابع شكون هو. سي الحبيب الجملي هذايا رئيس الحكومة المحتمل هو كان كاتب دولة للفلاحة داير ما نعرفش علاش كلهم جايين من الفلاحة. ونعرف انه هو من جهة القروان من ها وتابع ونهضاوي وما نعرفش نهضاوي. لا هذا مؤكد ونهضاوي ما نعرفش. انا ما نعرفوش. ما تعرفوش؟ ما نعرفوش لا شخص ولا كذا. يمكن تفتح الجوجل ما توجد شيء عليه. لا توجد توجد. ما نعرف. موجود السيرة نتاعو. قالوا كان بالفلاحة. اي. عندنا ثلاثة رؤساء حكومات جايين من الفلاحة. هذه الفلاحة. سي الحبيب السيد، سي يوسف الشاهد، وهذا الثالث. هذه الفلاحة قصة نحكي لك عليها في الحصة الجاية. علاش؟ اي.
ما يساعدكش تحكي تو. مش وقت. ايه لوبي الفلاحة مش تو وقت. وليت تحسب. ايه لا لا لوبي الفلاحة تو نقول مش وقت. ثم لوبي اسمه لوبي الفلاحة طبعًا. في تونس؟ طبعا ثم أكبر لوبيين في تونس لوبي الاتصالات ولوبي الفلاحة. وبعدين يجي بتاع البترول وهكذا البترول والغاز وكذا. طاقة. أكبر اليوم. هما علاش كثير ناس يدافعوا على هذا الاتفاق مع أوروبا. مع بروكسل. ليش؟ هي كلها تعني هي بالأساس تعني بالزراعة. وبالفلاحة وبكذا. واضح. ففي ربط منهجي ومربط الأمور. برا شوف أنت أراضي والمزارع من يشتري في الأراضي والمزارع؟ من يضع في يديه منذ 7-8-10 سنوات؟ سنصبح دولة زراعة سياحية زراعة تصديرية وستغيب عنا الزراعات الغذائية. واضح. ونصبح مزرعة للتجارة. يعني مش صدفة هذه حكاية الفلاح. ليس بالصدفة. ليست صدفة. هل أنت مستاء من الشيخ راشد الغنوشي؟ نعم. هل أنت مستاء؟ أنا ما نستاءش شو راشد الغنوشي. أنا من لاني من تنظيمه لاني من جماعته لاني من كذا لاني مناضل معاه لاني لكنك صديق. غير مستاء. هو برا راهو صديق. أنت صديقي أنا لا أطلب ما أنت لا تتحمل عليه. وأنت أيضا نفس الشيء برا صديق. وأنا السيد راشد الغنوشي آخر مرة قلت له وقدام هذه قدام نسيبه قلت له السيد راشد بربك جيتكش نهار أنا على طلب شخصي. بالعكس أنا نجيك نقول أعطي لفلان ولفلان. واضح. لا يا حبيبي أنا لا أخلط راه. يا أخي أنا كيفاش متقدم للرئاسة والانتخابات ونجي نطلب من زعيم حزب نقول له أعطيني ولا أعمل لي ولا كذا. كيف يعني بأي صورة؟ كيفاش يحترمك؟ كيفاش باش تعارضه؟ ماكش مستغرب او مصدوم او متفاجئ من تحالف النهضه مع قلب تونس نبيل القروي وراشد الغنوشي هو في البرلمان على الاقل هو في الواقع شوف نحكوا فيها بشويه من المنطق انت تعرفني اني انا منطقي وعقلاني وحيادي في بعض المواضيع وانا في قبل الانتخابات حكيت لك على نبيل القروي كما لم يحكي عليه أي واحد من حزبه صحيح وقلت لك راهو الانتخابات يمكن تمشي إلى زقاق مسدود ونضطروا لإعادتها وكذا وعليهم أن يفتشوا عن حل وكذا 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 هكا ولا الناس فهموا شيء آخر ما عليناش في الناس ومسامحين من الناس اللي يسبونا كلهم بس باش يشوف تو يشوف كل يوم يكتشفوا أنه صف سعيد راهو هو هذاك وراني مصفح ضد الشتايم والسباب اليوم سيد راشد الغنوشي ربما مد يديه مداورة مناورة صدقا كذا لحركة شعب طير شعب وجد الأمور أنه الشروط عالية والنصاب غير مكتمل بهمهم اتجه وجد روحه أمام نداء تونس اللي هو ممثل في قلب تونس وتحية تونس ما هو أنا قلت لواحد منهم قلت له أنتم علاش اليوم تقولوا ما تحالفوش مع قلب تونس ومع تحية تونس؟ شو هم هذول؟ هذول ما هم نداء ما هو النداء الجذع النداء انشق شجرتين شجرة هنا وشجرة هنا وهم نفسه والنواب توا 50% منهم اللي في البرلمان الحالي هم نواب النداء سابقا أنتم حكمتوا معاهم لماذا لا تعيدون الكرة؟ تكبرتوا اليوم اليوم لكم صرتوا وانتم يعني رقم 2-1 قبل هم جابوكم ما هم ما ينجموش راهو اسمع الديمقراطيه النسبيه تحكم فيها العدد قد ما تكون صادق الا ما العدد ما تفاجئتش يعني يفضحك من الداخل واضح والله انا لو كنت مثل راشد الغنوش ما انت رئيس برلمان ادعوهم كلهم يشكلوا حكومه خليك انت في المعارضه. ابون هو فايز في الانتخابات؟ وماله؟ شو فايز بالانتخابات؟ كيفاش هذا؟ لا احد فائز في هذه الانتخابات. كي نقروها ولكنه صاحب الاغلبيه. الديمقراطيه النسبيه ديمقراطيه خادعه توحي لكل واحد انه منتصر. هو مش منتصر. واضح. شو؟ انت عندك 20% فقط 20% من المجموع. واضح. ما عندكش 51%.
به سي صافي سعيد حان وقت الفاصل الإشهاري، نخرج فاصل ثم نعود للجزء الثاني من هذا الحوار.